تمام. الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها لحضراتكم اللي هو فيربيلا أو الفيرتشوال كامبس، وده أتمنى إن حضراتكم تركزوا قوي فيه. ده عبارة عن فيرتشوال كامبس، وأنا هوريه لحضراتكم دلوقتي من أول ما إحنا ننزل اللينك لغاية ما نبدأه، وده إن شاء الله اللي هيبقى فيه البوست سيشن والإيفنتس اللي إحنا هنعملها لحضراتكم. ده بديل للفيزيكال أتندنس اللي كان بيحصل قبل كده طبعًا عشان كوفيد 19 وكده. هو هيجي لحضراتكم على الميل لينك. انا هعمل شير سكرين دلوقتي عشان يبان. هيجي لحضراتكم لينك زي ده، هنضغط عليه، هو هنا ده البرنامج اللي هينزل، اللي هو بيستخدم ابل او ماكنتوش هينزل الاو اس بتاعه. اللي بيستخدم ويندوز، واعتقد اغلبيتنا بنستخدم ويندوز، هننزل الابليكيشن بتاع ويندوز او البرنامج بتاع ويندوز. هحمله، هو مساحته صغيرة جدا، هو 13 ميجا. بعد ما بينزل بفتح الفايل وببدأ اعمل له سيت اب. انا بضغط على نيكست، بعد كده نيكست تاني، بعد كده انستول، بيبدأ يحمل على الجهاز. بعد ما بيحمل بقول له لانش ايفنت فارم ايكو، ده كده هو بيحمل دلوقتي، بيعمل داونلود للملفات بتاعته. تمام. هي بس هتاخد شوية وقت على حسب سرعة الانترنت عند حضراتكم. ممكن عقبال ما يخلص الداونلود بتاعه، لو في اي استفسار لحضراتكم على الزوم او المودل حضراتكم تبلغوني. السلام عليكم يا استاذ وليد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل دكتور اشرف. ده من غير باسورد ولا يوزر نيم صح؟ اللي هو الفيربيلا؟ ايوه. لا يا فندم، اول ما هو بيتسطب البرنامج ده بيطلب من حضرتك ان حضرتك تعمل ريجستريشن. حضرتك بتكتب اسم وباسورد، وبتدخل حضرتك الايميل بتاع حضرتك، وبيبعت لحضرتك ايميل بتعمل منه حضرتك الاكتيفيشن. يعني لازم هندخل الايميل من فراي، الايميل الخاص لا بالمينا فراي. مش شرط يا فندم، اي ايميل حضرتك عايز تدخله تقدر حضرتك تدخله، مش شرط ايميل معين، هو اي ايميل اكسبتد بالنسبه له. تمام. وليد ممكن بس تسمح لي لو مش هضايقك؟ اتفضلي اتفضلي يا فندم. انا بس عايزه بس فاهمه دكتور اشرف سؤاله. احنا دكتور اشرف الكامبس كلها، اللينك اللي هيجي لكم دي الكامبس بتاعتنا اللي احنا شاريينها، فاللينك مش هيروح غير لحضراتكم بس، علشان كده it doesn't matter انتوا هتعملوا sign up بالميل، مش مشكله، لان هو ده اللينك ده ليكم انتوا بس. تمام كده؟ تمام يا دكتور، شكرا جزيلا يا دكتور سامر، شكرا جزيلا يا فندم. يا استاذ وليد، هو حضرتك الفيرتشوال حضرتك بتقول عليه ده اللينك ده فايدته ايه، او احنا هنعمل بيه ايه، هننزل عليه ايه على الجهاز يعني عشان نستفيد بيه منه في ايه؟ تمام. حضرتك اللينك ده لما هيجي لحضرتك زي ما حضرتك شفته، المفترض ان هو في فايل، حضرتك طبقا لنظام التشغيل اللي عند حضرتك هتنزل الفايل. بعد ما ينزل حضرتك هتعملي له سيت اب على الجهاز عند حضرتك. بعد ما حضرتك تعملي سيت اب على الجهاز هيدي لحضرتك فيرتشوال كاركتر، بتخلي حضرتك تحضري الايفنت زي ما حضرتك تحضريه في الحياه الطبيعيه. يعني هو بيدي لحضرتك فيرتشوال كامبس لو في ايفنت، لو احنا عندنا ان شاء الله هيبقى موجود عندنا بوستر برزنتيشن او بوستر سيشن. دي احنا كنا الاول او السنه اللي فاتت كنا بنعملها لايف، وكنتوا حضراتكم بتيجوا بتتفرجوا على البوستر اللي موجوده، وكان بيبقى فيه فاكولتي وفي ناس كتير بتبقى مدعوه. هنا احنا هنعملها فيرتشوال، فحضرتك هيبقى عند حضرتك شخصيه، حضرتك هتخشي الرومز، حضرتك هتشوفي البوستر كأن حضرتك بتحضريها فيزيكال ولكن بتبقى فيرتشوال. اوكي، ودي ليها سكيدول، ليها مواعيد محدده يعني هتبلغوني ايوه يا دي؟ فندم، موجوده في الجدول اوكي وحضراتكم هتتبلغوا فيها، وفي كوردينيتور لكل جروب لما تيجوا حضراتكم تخشوا على الكامبس، وفي تكنيكال سبورت مننا مع حضراتكم في اي مشكله ان شاء الله تبقى موجوده.
تمام، شكرا لحضرتك. بالعفو. في اي استفسار تاني سواء على فيربيلا او على المودل او على الزوم؟ معلش الفيربيلا ده بس لو ممكن تعيده تاني شويه. اي مس يور. تمام. دكتورة أماني، هو فايدة Event Farm أو Verbella هو ده Virtual Campus. ده حضرتك إحنا بيبقى عندنا Events، وطبعا عشان COVID-19 وكده فإحنا ما بنقدرش إن الناس تيجي عشان تحضر الإيفنتات، فده بيدي لحضرتك Virtual Character، حضرتك بتقدري تتحركي بيه وتحضري الإيفنت كأن حضرتك موجودة Physical في المكان. لما نيجي نفتح دلوقتي هيبان قصدي أكتر في اللي انا اعنيه في ان حضرتك بتحضري كفيرتشوال كاركتر في الكامبس. شكرا. شكرا لك. العفو العفو. دكتوره نانسي، كنت حضرتك عايز تسالي حاجه؟ لا انا والله بشكر حضرتك جزيل الشكر على السيشن. ثانك يو سو ماتش. العفو دكتوره سواء. معلش من فضلك انا ممكن اسال، هو الايفنت فورم في لينك احنا بنخش عليه لو هو اكاونت تبع فيمر، ان انا ما دخلت دلوقتي بيطلع لي باكجز وان انا ان انا اشترك لوحدي، فهو في لينك او حاجه نخش عليه؟ تمام. هو بص حضرتك زي ما كانت الدكتوره سمر دلوقتي وضحت، احنا في ده حاجه احنا شايينها، فبيبقى في لينك احنا اللي هنبعته لحضراتكم، وحضرتك مش هتقدري تخشي على ايفنت فارم الا لما يوصل لحضرتك اللينك ده، لان احنا لينا الكامبس بتاعتنا اللي احنا هنبقى متواجدين فيها فقط احنا بس والفاكولتي مع حضراتكم، فحضرتك مش هتقدري تشوفي الكامبس ده او حضرتك مش هتقدري تدخلي الكامبس ده الا لما يتبعت لحضرتك اللينك وتدخلي عن طريقه. تمام، شكرا جدا. العفو. هو انا ممكن بس اسهل على حضرتك حاجه، ان الموضوع كله ان ده الافاتار بتاعنا اللي هيحضر بدلنا. ايوه تمام تمام كده. خليني برضو انتهز فرصه ان وليد كمان بيعمل سيت اب. هقول لكم احنا عندنا ايفنتس، الايفنتس دي بعتت لحضراتكم بيها انفيتيشنز على الجروب. الانفيتيشنز دي فيها التواريخ، الايفنتس دي هي الايفنتس اللي هتتم على ايفنت فارم فعلا. اللي احنا عايزينه من حضراتكم ان انتوا تاخدوا الانفيتيشن دي وبليز ابعتوها لزمايلكم او الناس اللي انتوا تحبوا، يمكن الناس اللي هيشتغلوا معاكم في المشروع، يمكن لو حد عايز يجيب العميد بتاعه يعزمه، وات ايفر اتس اب تو يو. فاحنا مدينكم مجموعه من الانفيتيشنز توزعوهم على زملائكم. يعني الايفنتس دي هتبقى بيسكلي هتبتدي من يوم 30/12 الايفنتس بتاعت فيربيلا وايفنت فارم. امتى هيجي لكم اللينك؟ هيجي لكم اللينك قبلها باسبوع بالظبط، واحنا طالبين من حضراتكم ان انتم تعزموا بقيه الناس، علشان احنا هنبعت لهم برضو اللينك بتاع الكامبس بتاعتنا ويدخلوا زيهم زيكم برضو الضيوف بتاعكم للايفنت ده. فبرضو بفكركم ان يا ريت تبتدوا تفكروا مين اللي عايزينه يبقى حاضر معاكم البروجكت برزنتيشن والسيشنز اللي حضراتكم هتبقوا موجودين فيها. طيب تمام. انا كده خلصت السيت اب، هوري حضراتكم برضو الشاشه اللي المفروض تظهر عند حضراتكم. دي الشاشه اللي المفروض تظهر بعد ما السيت اب يخلص. هنا في حاجه مهمه جدا، هنا بيقول لحضراتكم السكرين ريزوليوشن بتاعها ايه، ولو انا عملت علامه صح على ويندوز دي هيخليني ما افتحش فول سكرين. جرافيكس كواليتي اهم حاجه ان احنا نختارها فاستس عشان يخلينا نستخدم الافاتار باسرع طريقه ممكنه. بعد كده بندوس على كلمه بلاي عشان نخش على الكامبس بتاعنا. مفترض ان حضراتكم لما تعملوا سيت اب للبرنامج وتخلصوا السيت اب بتاع حضراتكم هيظهر اللي هو الجزء بتاع الريجستريشن اللي انا هوريه لحضراتكم دلوقتي. بدوس على كلمه ريجستر عشان ابدا ادخل الداتا بتاعتي.
الايميل والفيرست نيم والاورجانيزيشن لو انا عايز ادخلها، وبكتب الباسورد واللاست نيم والفون برضو لو انا عايز اكتب الفون. طبعا بعلم على كلمه اي اجري، انا طبعا عامل اوريدي ريجستريشن عليه، فهدخل بالاكونت بتاعي. اعمل لوج ان. المفترض ان حضراتكم دلوقتي شايفين ده الافاتار اللي انا مختاره، تمام؟ طبعا انا هوري حضراتكم، انتوا هتبداوا كده بتختاروا حضراتكم الافاتار سواء ميل او فيميل زي ما انا عايز. بختار الحاجات اللي هو يقدر يلبسها، شكل الشعر، اللون العينين، يلبس نظاره ولا لا، كل حاجه انا بختارها. وبعد ما انا بختار برجع تاني اخش على الكامبس تاني، تمام؟ ده الكامبس اللي حضراتكم شايفينه، ده الكامبس اللي هيبقى ظاهر لحضراتكم، تمام؟ واللي فيه طبعا انا مش يعني مش عايز احرق المفاجآت اللي موجوده فيه، ولكن هو ده مبدئيا المكان اللي حضراتكم هتبقوا موجودين فيه، واللي ان شاء الله كلنا هنبقى متواجدين مع حضراتكم فيه. وهقول بس شرح بسيط كده لحضراتكم على ايه هي التولز اللي موجوده فيه. احنا هنا عندنا جو تو. جو تو دي موجوده فيها الاماكن اللي ان شاء الله هتبقى متاحه لحضراتكم ان انتوا تروحوها طبقا للاتفاق اللي هيبقى مع الفاكولتي اللي هيبقوا موزعين حضراتكم، هيقولوا حضراتكم كل مكان هتروحوا فين. فلو افترضنا مثلا ان اتقال لحضراتكم مثلا هنخش كونفرنس هول مثلا 1، بنختار ندوس على كونفرنس هول، بعد كده كونفرنس هول 1 بينقل الافاتار بتاعي اوتوماتيك للهول. الحاجة التانية لو أنا طبعا في مكان وأنا مش عارف أنا يعني أروح فين، أو أنا المفروض المكان اللي أنا أروحه إزاي، بقدر إن أنا أعلم على اسم الشخص. الشخصيات كلها بتبقى موجودة هنا، بس أنا طبعا عشان داخل لوحدي أنا بس اللي موجود، أقدر إن أنا أدوس على اسم اليوزر وأختار كلمة جو تو وأتنقل لي المكان اللي فيه اليوزر اللي أنا عايزه. كل واحد لازم يبقى متأكد إن هو داخل باسمه، يبقى كاتبه بيبقى ظاهر الاسم فوق. عندنا كمان هنا ده المايك، اقدر افتحه واقفله. وحاجه مهمه جدا 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 ان لازم حضراتكم كلكم تستخدموا هيدفون عشان ما يبقاش فيه ايكو. طبعا في اوبشن موجوده جوه بالنسبه للافاتار اقدر استخدمها، سواء ان هو يسقف او يتحرك بشكل معين او يرقص او يحرك راسه او كده. كل دي اوبشنز موجوده في الافاتار بتاع حضراتكم وتقدروا ان حضراتكم تستخدموها. كمان تقدروا حضراتكم في نفس الوقت ان حضراتكم مثلا لو في مكان وعايزين تحركوا الافاتار بتحركوه بالاسهم اللي موجوده عند حضراتكم، وبتختاروا كمان لو حضراتكم عايزين تقعدوا في مكان معين زي مثلا كده انا قاعد. كمان حضراتكم بتقدروا تتفرجوا على السكرين اللي معروضة، ان انا بدوس على السكرين واقدر اتفرج عليها كاني كفيزيكال موجود قدامها واشوفها، واقدر اسكرول اب اند داون سواء كان صفحة انترنت او فاقدر ان انا اسكرول داون سواء بيج او ماتيريال او فيديو، كل ده متاح اني استخدمه. ده بالنسبة لـ Event Farm. لو في حاجة حضراتكم محتاجيني أشرحها أو أوضحها لحضراتكم يا ريت تبلغوني.